وداعا. أمي، من ماذا يصنعون الطائرة؟ من الحديد. ما هو حجمها؟ كبيرة جدا، أكبر من حافلة المدرسة. كم عدد الناس بداخلها؟ ممكن 200 أو 300 على حسب حجم الطائرة. بما أن الطائرة ثقيلة، كيف تطير؟ بدلاً من جعلي مصدر المعلومات لك، ما رأيك لو أدلك على من يجيب عليك ويعطيك الإجابة الشافية؟ رائع، عندها لن أزعجك بكثرة أسئلتي يا أمي. حسناً حسناً، عند وصولنا للمنزل بإذن الله. انظري لهذا الموقع، يسمى محرك البحث، فتكتبين فيه كيف تطير الطائرة، فيقوم بدوره بجلب جميع الروابط التي تحتوي على إجابتك. اذكري أكبر عدد ممكن من الأمثلة لمحركات البحث على الإنترنت.